بطلب من أي بني آدم يعمل قصة حياتي فيلم عربي ويسميه البايرة. ما هذا الاختراع المسمى بالزواج؟ ما هذا الكائن المسمى بالمرأة؟ انتي بتقفلي الباب ليه؟ هل تقبلين أن تكوني زوجتي؟ هيدو بيكفي أمه وبنتها، العريس هيكون جاي لمين؟ للأم طب يا أختي عليك بنت شعرك منكش ولعب في نفس الوقت. بتقولي حاجة؟ بقولك سامع كويس؟ ماما اعملي كده. بصي يا زهية، انتي بالنسبة لي أخت، أو بالمنظر اللي أنا شايفه ده سيستر. وبص أصلا لا مش قصدي راسي. انتي إمتى لحقتي تنقشي اسمي على دبلتك؟ أمال لو شفت التاتو؟ لو معاكي العمر ريموت كنترول تحبي إيه الزرار اللي يكون فيه؟ ستوب للنقد، ستوب للغلاسة، ستوب للمنطق. ميوت. ما هو نصيب هبعد وأغيب وألاقي حبيبي غيره. عقباله. سلينج رجع لكم بشكل جديد وبمحتوى أجدد. دلوقتي تقدر تستمتع أكتر بكل ما يعرض على تلفزيونك العربي مع سلينج عربيك تي في. كل اللي عليك تضغط على جايد من حسابك الخاص وبعدها على سلينج سنترال عربيك تشانل، وبكده تقدر تتابع المحتوى المفضل ليك وكل الخدمات اللي بيقدمها لك، زي الأبكامينج ريليسز اللي بتعرض لك بروموز العروض الجديدة على قنواتنا، الإكسايتينج بريفيوز واللي من خلاله بنرشح لك أقوى 5 عروض بتتعرض على قنواتنا، الأرابيك ريفيوز واللي هتعرف رأي بعض المشاهدين فيما يعرض على قنواتنا، سلينج أرابس أون ستيج واللي بتتعرف من خلاله على معلومات أكتر لنجمك المفضل، والكول سلينج فيتشرز هتساعدك تتعرف على مميزات تطبيق سلينج، بالإضافة لهاو تو فيديوز هتعرفك على طريقة استخدام تطبيق سلينج. بجانب الأرابيك ريسيبيز بنعرض لك طرق عمل أشهى وأشهر الأكلات في الوطن العربي. سلينج أرابيك تي في، تلفزيونك العربي.